يوم جديد بيبدأ، كل زيادة في عمرك بيزيد معاها طموحك، بيمهد لك الطريق للنور. بس حط دايماً في اعتبارك إن في أهداف مش هتقدر عليها لوحدك. كل إنسان بيحب ينجح، بيحب يبقى دايماً في الصورة، بس ما ينفعش إنك تحاول تثبت إن النجاح كان بيك وليك لوحدك. مش هينفع تنجح غير بغيرك، وكل قصة بطولة وراها أكتر من بطل. دايماً في ناس بتلهمك، بتساعدك، بتفهمك من نظرة، بتكمل اللي مش بتقدر توصل له. اتعلم من التحدي إن قوتكم في إنكم تكونوا واحد، ولحظة ما بننجح مع بعض كلنا بنكون السبب. مش مهم مين كان الأول ومين كان بعيد، الصورة هتجمعنا كلنا. مفيش حد هينسب النجاح لنفسه، عشان كل واحد فينا كان قوي بالتاني. لو شفت إن النجاح زي الكرسي ده، يبقى ما ينفعش اتنين يقعدوا عليه، يبقى علشان تنجح لازم تطردني من على الكرسي ده. ولو شفت ان النجاح والانجاز زي الكنبة اللي انا قاعد عليها، يبقى ممكن تاخدني انا وانت جنب بعض وواحد تالت كمان معانا، وكلنا ننجح مع بعض وندوق من رزق ربنا سبحانه وتعالى. اللي شايف النجاح والانجاز زي الكرسي ده عنده حال بيعكر النفسية جدا ويخلي الانسان اناني. الحال ده اسمه التفرد بالنجاح. إن الإنسان يشوف إن تحقيق الإنجازات لا يأتي إلا على حساب فشل الآخرين. الحال ده لما بيعرفوه بيقولوا إن دي نفسية صراعية، ترى إن نجاح الآخرين يساوي فشله، ويرى إن صعوده لا يتحقق إلا بإنزال الآخرين. كأن الإنسان ده أصبحت مركزيته نفسه، ولا يرى في الكون حد من حقه إنه يتقدم إلا هو. عشان كده الناس اللي بتوع الإدارة يقول لك إن التنافس ثلاث أنواع أو ثلاث مستويات. واحد بينافس نفسه، السنة اللي فاتت كنت إيه وعايز أتقدم، والسنة اللي جاية هبقى إيه، واللي بعدها بنافس نفسي على حسب إمكانياتي، رائع. وواحد بينافس غيره برضه رائع، لكن بيسموها تنافسية شريفة، كل واحد بإمكانياته، كل واحد بطاقاته بأفكاره، وربنا يرزقنا كلنا، واللي هيتعب أكتر ربنا يكرمه. وواحد بينافس تنافس بيسموه التنافس الخبيث، اللي بيدور باستمرار على الأذية عشان هو يطلع، اللي بيدور باستمرار على تدمير المنافس أو حتى الزميل عشان يطلع. شفنا الكلام ده، شفنا الكلام ده وأنا كنت بقرأ بحث عن الصفات والأحوال المستقرة في أوطاننا في هذه العصور، فلقيت إن الأنانية، بحث لسه منشور، إن الأنانية من الأحوال اللي أصبحت موجودة، والذاتية. عشان كده أنا النهاردة جاي أتكلم على هذا الحال اللي بيسلب الإنسان إنسانيته ونفسه المطمئنة، التفرد بالنجاح. أنت عارف الحال ده بينشأ منين؟ الحال ده مشكلة اعتقادية. إمتى الإنسان يبقى عنده تفرد بالنجاح؟ لما يبقى عنده مشكلة في العقيدة، شايف إن أرزاق ربنا ما تكفيش الجميع، فيا إما أخطف أنا يا إما غيري هيخطف وبس، لكن كأن ربنا مش قادر يفرحنا كلنا، مش قادر يعلينا كلنا، مش قادر يوسع علينا كلنا. عشان كده سيدك النبي قال لك حديث انت حافظه زي اسمك، وخلاه حديث عقائدي، هاته من ورا حطه قدام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، الإيمان دي مسألة اعتقادية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما التفرد بالنجاح، أنا هفرمه زي ما بيقولوا يعني عشان أركب أنا عليه. وشفنا صور كتير، لو بتسألني على علامات شفنا صور كتير، ده أنا مش هقولك علامات، ده أنا هقولك صور في مجتمعاتنا. شفنا المدير اللي بيسرق شغل الشباب اللي شغالين معاه ويقدمه للإدارة على إنه تعبه رغم إنه ما عملش حاجة. شفنا الشباب اللي بيعملوا مع بعض مشروع في الكلية ويسهروا كلهم ويجي واحد يقدمه باسمه. شفنا أب وأم اتخانقوا بينفصلوا، وعلشان واحد فيهم يكسب قلب العيال يشتم في شريك حياته اللي بقاله 10 ولا 20 سنة معاه، عشان عيال تحبني وتعرف إن أمهم دي مش كويسة، ولا أبوهم ده طلع راجل ندل ولا حاجة زي كده.
فأنجح أنا في كسب القلوب على حساب شريك الحياة، وتفسد قلوب العيال ويفقدوا الثقة في فكرة الزواج والاستقرار ونبل الأب والأم، فأنا أتفرد بالنجاح. فكر معايا، هل الصور دي في حياتك وما بتفكرش في النجاح ولا تقدم خطوة إلا على أكتاف الآخرين، ولا بتنافس نفسك أو بتنافس غيرك ولكن بمنتهى الشرف ومن غير إيذاء؟ طب لو أنا عندي تفرد بالنجاح ومحبش أشوف حد قدامي، ما استحملش أشوف حد بيطلع كده قدامي رغم أن الأرزاق واسعة والمكانة في قلوب الناس والمناصب حاجات كتير قوي في الدنيا ما حبكتش على دي، أنا بقى مش مستحمل، لو أنا الشخص ده إيه الضغط النفسي والعبء اللي هيكون على قلبي؟ لا استنى، ده أنت هيتم استبدال النفس الإنسانية الراقية اللي فيها الفطرة بنفس وحشية جدا. يقولك الشخص اللي عنده أنانية وتفرد بالنجاح اترمى في قلبه بذرة الحقد، نبتة الحقد بتطلع. الحقد ده هو أثقل ما يحمله الإنسان في قلبه، أتقل شيء يبعد الإنسان عن إنسانيته ويقربه من الوحوش هو الحقد، اللي ربنا قال عليه في القرآن إن تمسسكم حسنة تسؤهم، حاجة مش قادر أستحمل أشوف حد طالع قدامي. وبعدين خد بالك الحقد ده مؤلم قوي. ليه؟ النهاردة أنا نجحت وفرحت ومش مهم الناس اللي فشلت، أنا أصلا نجحت على أكتافهم، بس أنا ممكن بكرة حد يسبقني. نفس الفرحة والشماتة اللي جوايا لما أنجح على حساب الناس هتبقى حزن كأني اتهزمت لما حد ينجح ويسبقني، والطبيعي الحياة أنا النهاردة فوق بكرة أنت تسبقني، ده طبيعي. لكن نفس الفرحة الغير سوية هيبقى حزن غير سوي كأني اتهزمت، والقضية مش هزيمة، ما كلنا كل يوم مرة واحد الأول ومرة التاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا النبي يقول لك ثلاثة من لم تكن فيه غفر الله له ما سواهم لمن يشاء. ثلاث حاجات لو مش موجودة فيك ربنا يغفر لك الباقي. من لم يكن ساحرا يتبع السحرة، ومن لم يشرك بالله شيئا، ومن لم يحقد على أخيه. الشخص اللي عنده تفرد بالنجاح لو حد كسبه وسبقه، وده شيء طبيعي ممكن يحصل، هيبدأ يحقد ويتمنى الشر. عشان كده اليهود عمرهم ما كانوا يتمنوا أبدا النبوة تطلع من غيرهم، إحنا عايزين دايما، إحنا أهل الأنبياء، رغم إن هم قتلوا الأنبياء. وأول ما نزلت النبوة في العرب بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عنده حقد إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل في أرض تانية وفي قوم تانية غير بني إسرائيل. الحاجة التانية اللي بتحصل، العبء الشديد والثمن الشديد اللي بيجنيه الشخص اللي حال التفرد بالنجاح اتمكن منه، هو فقدان النصير، ملوش صاحب. لأن سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام جبلت القلوب، القلوب اتخلقت، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وبعدين الشخص ده بيبقى طارد للأوفياء، لأن الأوفياء لما بيشوفوا حد أناني بيدوس عليهم قلوبهم ما بتستحملش. مش هنسى اللي حكالي مرة المديرة بتاعتهم دايما تاخد شغلهم وتقدم الشغل على إنه شغلها، وهي أصلا عمرها ما اطلعت على أي حاجة، والتيم هو كله اللي شغال. وفي اجتماع كان المدير الكبير موجود، فبتقول له أنا عملت وسويت، قال لها طب اشرحي لي كده، اشرحي لي. وقفت، لأن كل التفاصيل مع الموظفين الغلابة اللي متداس عليهم عشان هي اللي تظهر وتتفرد هي بالنجاح، وكان منظرها وحش جدا وهي ساكتة والكل عنده التفاصيل إلا هي، ومحدش نصرها لأن هي فقدت النصير بسبب أن هي دايما كانت متفردة بالنجاح. أسعد إنسان من حقق رغباته دون أن يخسر فطرته السوية. ما هي قيمة النجاح في الحصول على قطعة من جناح البعوضة ثم لقاء رب كريم بقلب مفعم بالحقد والأنانية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بتصلي وحدك لكن بتقول إياك نعبد وإياك نستعين من أجل الشعور بروح الجماعة. إيه اللي ممكن يطيل عمر الإنسان إلا الصدقات الجارية اللي بتنهال عليه بعد وفاته ممن ذاق فضله عليهم أيام حياته؟ ومع ذلك أصر البعض على تأليه النفس وخدمتها
ومحاربة كل من يشاركها المنافع بكل قسوة ولا مبالاة. تشرشل داهية السياسة البريطاني كان مبدأه إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب. ليه باختيارنا بنحول الحياة لمجموعة ذئاب؟ لماذا لا تحيا كالأسد؟ يصيد ثم يترك الطيور الجارحة تشاركه الأكل من هذا الصيد. وو تشاو أميرة الشر في منتصف القرن السابع، كي تحظى بإمبراطورية الصين قتلت ابنها لإلصاق التهمة بأقرب منافسة لها، وتم إعدام هذه المنافسة ونالت تشاو كرسي الإمبراطورية، لكنها خسرت فلذة كبدها وخسرت معاه نفسها وما تبقى فيها من إنسانية. ما أشد عمى التفرد بالنجاح. وصدق من سمى حب التفرد بالنجاح أنانية، لأن الأنا في الحقيقة صارت نية، رغم أن ليس دائما نجاح الآخر يعني فشلك. فالرب معطاء والكون واسع والأرزاق قسمت، ومن أراد النجاح الحقيقي فليعش خادم وناصر ومعين، لا أن يختار السعادة والضحك على أنقاض أحزان أقرانه وإخوانه في الإنسانية. والكبير حقا هو من يشعرك وأنت بجواره أنك أيضا كبير. فنم وأنت مطمئن إن رزقك بيسعى وراك أسرع بكثير من سعيك أنت وراءه. واجعل نجاحك شعلة يسير في ضوءها من أراد النجاح، وخليك إنسان جديد. أيها الإنسان الجديد، ماذا أراد الله منك؟ ربنا أرادك تتخلص من الحال الكئيب اللي بيخلي الإنسان أناني، حال التفرد بالنجاح. ربنا أرادك تعيش بالمشاركة لا المغالبة، تعيش في الدنيا تشارك، مش تعيش في الدنيا بمبدأ الغابة البقاء للأقوى، لا، المشاركة لا المغالبة. المشاركة للمغالبة مش هتأتي من إلا من إنسان عقيدته سليمة، عارف إن هو لما يتعب علشان يجني رزقه ويحقق نجاحه ربنا هيكرمه، ولما تيجي قدامه فرصة إيذاء أو استغلال أو إن هو يؤذي حد ويقول لا يا رب أنا مش هعمل كده، إنه بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دي عايزة عقيدة ثابتة، محتاجة فكرة تتغير إن ربنا عنده كتير سبحانه وتعالى. اللي متابعنا من زمان أيام سحر الدنيا من 3 سنين، كنت بحكي لكم على قصة واحد صاحبنا، أعتقد كانت في سحر العمل أو سحر النجاح. كان صاحبنا ده شاطر جدا في الجامعة، وكان بياخد أصحابه في المادة اللي كان شاطر فيها قوي يشرح لهم، رغم إن المفروض يبقى دحاح ويقفل على نفسه ويسقطوا هم وأنا أبقى اللي طالع، هو كان بيشرح لهم. سحر الدنيا كان من 2-3 سنين. صاحبنا ده أخد الدكتوراه بسرعة جدا، ماجستير ودكتوراه، وهو دلوقتي وهو سنه صغير جدا تقريبا لسه ما وصلش للـ30، هو بيدرس دكتور في الجامعة، هو بقى دكتور في الجامعة اللي كان بيدرس فيها، اللي كان من 2-3 سنين بنحكي عنه في سحر الدنيا بيذاكر لأصحابه وهم كلهم طلبة، لأن الله قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أنا مصدق ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أعيش بالمشاركة لا المغالبة، ده الإنسان الجديد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تفردت يا إلهي بالوحدانية، فكنت أنت الأول والآخر ولا شريك لك في ملكك. كملت صفاتك إلها كريما عظيما بديعا ليس كمثله شيء. الكون كله ينعم بفيض كرمك، أدهشت الملائكة بإبداعك لخلقنا وتكريمك لنا على سائر مخلوقاتك. خلقت أبي آدم بيديك الشريفة وخلعت عليه من صفاته الحميدة، فصار سميعا بصيرا قويا قادرا
وكل ذلك منك يا وهاب، أشهد أنك ما فرطت في شيء. أوصيتني في كتابك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى تبث في نفسي روح الأخوة والمواساة لمن حولي. وكان رسولك الأمين رحمة منك ليس فقط لمن حوله بل للعالمين. وأخبرتني أن رحمتك الواسعة تنزل على من أفاض بالرحمة على عبادك، وقد دعا رسولك بالبركة لمن أكلوا سويا من إناء واحد حتى نشترك جميعا في الشبع والارتواء. لكني يا ربي رأيت من نفسي حبا جما لذاتي وإيثارا شديدا لمصلحتي، ولو على حساب ضر غيري، بل وضاق صدري من رؤيتي غيري يحصد عاقبة اجتهاده وتعبه، فما أردت النجاح إلا لنفسي، وشككت في تقديرك السابق لرزقي، ونسيت أن خزائنك أوسع من عدد خلقك، وأن ما فرقته في أرضك من خيرات يكفي الجميع بل يزيد. فعشت وحيد القلب فقيرا من الحب أن تصل خيراتك لمن هم حولي، وبخلت يدي عن مد العون، واستأثرت بالفلاح لنفسي، فإذا رأيتك وجهت توفيقك لغيري لم أرى الضجر إلا من نفسي، فافتقدت الصديق الوفي، وما هذا إلا من خبثي. فلا تكلني يا رب طرفة عين إلى طمعي، وخلصني من أثرتي لذاتي، وكن معي. واملأني يا إله الكون بحب النصرة والعون، وأذن لروحي أن تتحرر من أسر نفسي. كيف أصبح إنسانا جديدا؟ كيف تصبح إنسانا جديدا؟ في حاجة محتاجة تتعمل في العقل، وحاجة تتعمل تصرف. الأول التصرف إيه؟ قال لك علشان يبقى عندك مشاركة وعندك نفس سمحة لقبول نجاح الغير جنب نجاحك، فربنا يفتح عليك ويوسع عليك، قال لك ادعم نجاح غيرك، ساعد غيرك إنه ينجح، اديله فرصته، ولو تقدر تزق زق معاه. وعلى فكرة القائد كده، القائد هو اللي حواليه يشعر ان هم كبار، مش يطلع على اكتافهم. مش هنسى القصة الجميلة قوي، الطفل كان بيحكي انه اتعلم من ابوه لما كان عندهم بغلة، عندهم دابة كده كويسة، فيروحوا الغابة علشان يقطعوا الاشجار يحتطبوا، فكان ابوه يخش بيه جوه قوي رغم ان في شجر في بداية الغابة. فابن يقول له يا والدي احنا ليه بنخش جوه نمشي مسافة مع ان ممكن نقطع الشجر من بره ونروح؟ قال له يا ابني في فقرة ما عندهمش حصنة ولا دواب بيركبوها ويخشوا لجوه، فيدوبك على قد ما يمشوا في الشمس ويقطعوا الشجر اللي بدري بره، واحنا نخش جوه بالحصان او البغله بتاعتنا. بيعلموا ان المكان الارض تسعى لارزاق الجميع. نابليون، وده مش واحد فاشل، ده واحد من كبار قاده العالم، بيقول ان اسرع طريقه للنجاح هي ان تساعد غيرك ان يكون ناجحا. وعنده حق، لان ربنا قال لنا كده، وقال لنا اللي بيساعد حد وبيتعب مع حد، ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الجزاء من جنس العمل. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وبعدين يتكلم على الإنسان كده اللي إيه شايف نفسه شوية، قال أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كتير، معايا فلوس وعملت وسويت وأنجزت، أيحسب أن لم يره أحد؟ وبعدين ربنا قال له فلا اقتحم العقبة، اللي انت فيه دي مشكلة، فلا اقتحم العقبة. طب اقتحم عقبة نفسي وعقبة الدنيا دي ازاي؟ قال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. زي ما انت اغتنيت اغني الفقرة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، مش تواصوا بالأنانية والتفرد بالنجاح. اللي غرقان في الحال ده محتاج ان هو فعلا يدعم غيره ويتعب علشان ربنا ينجيه. الحاجة التانية علشان تتخلص من حالة التفرد بالنجاح ولا تبعث أناني، الأنانية دي أبعد صفة عن صفة الأنبياء. الحاجة التانية انك تدعي كتير لزملائك أو المنافسين، دي محتاجة واحد مقامه عالي، تدعي لهم بظاهر الغيب. وسيدنا محمد علمنا ان اللي بيدعي لحد بحاجة بتتحقق له. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا قال له الملك، الملك اللي عايش معاك،
اللي سامعك دايما، الموكل بيك. إلا قال الملك آمين ولك بالمثل. ده ربنا بيعلمنا إيه؟ بيعلمني إن أنا لما أدعي إن ربنا يوسع على المنافسين أو الزملاء أو أيا كان من الحد اللي ممكن يخش جوه قلبي كده إحساس لا أنا عايز أنجح، مش هو لما أدعي له هترجع لي. لكن من الحاجات المهمة إن لما أدعي له قلبي هيبقى واسع، ياخد من صفة ربنا الواسع، ما يبقاش ضيق وفي نبتة الحقد وفي عدم وفاء. لا لا لا، هذه النفس الوحشية لازم نتخلص منها ونتحلى بالنفس النبوية اللي كانت بتحب الخير للجميع. سيدنا النبي بيقول لنا أنا عايزكم في مقامي، في مكاني يوم القيامة، مش يقعد في حتة عالية وإحنا كلنا تحت. ده يتمنى نكون نفتح شبابكنا نطل على شباكه عليه الصلاة والسلام. صفة نبوية، ما يحبش التفرد، يحب الجمع عليه الصلاة والسلام. خليك كده، خليك نبوي محمدي، وتخلص من حال التفرد بالنجاح، وخليك إنسان جديد. لصفاتك العليا إلهي أضرع، رباه أنت لك المقام الأرفع. إلى رحاب الهدى سارت خطانا، قدرت أقدار الأنام بقول كن، فإذا أمرت فكل شيء يخضع. نشكو خطايانا، أنت المهيمن فوق كل خليقة، رباه من يعطي سواك ويمنع. نشكو إلى خالق لو جئت ساحته، ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حباك من جوده عفواً.